الحسين بن طلال. أهلا بك معنا دكتور حسن. والآن الأخبار العاجلة تفيد بوصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة واللقاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أبدأ معك من المحطة الأولى أو المحطة الثانية لهذه الزيارة الإقليمية من الأردن. القراءة لهذه الزيارة لولي العهد السعودي إلى الأردن، تفضل. مساء الخير للمشاهدين الكرام. في الحقيقة هذه الزيارة جاءت لتأكيد أواصر العلاقات الثنائية بين الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وهي تعميق وتعزيز لهذه العلاقة القائمة المستمرة عبر تأسيس هاتين المملكتين منذ القدم. العلاقة وثيقة ووطيدة، قد يشوبها بعض الأحيان انخفاض في مستوى العلاقات، لكنها تبقى قوية متينة، تراعي مصالح البلدين وأيضا تراعي المصالح العربية وتراعي مصلحة العرب الأولى التي تشكل يعني الهاجس الأكبر، وهي القضية الفلسطينية لكل القادة العرب. وبالتالي الأردن والسعودية يقفان صفا واحدا معا في مجابهة جميع التحديات التي تخوضها المنطقة، وخصوصا يعني في الفترة الحالية نجد أن الحرب الأوكرانية الروسية قد ألقت بظلالها على الكثير من الملفات في العالم، ومنها الملف الأمني والملف السياسي العسكري الاقتصادي، ملف الطاقة والنفط والغاز، والملف الأمن الغذائي، وتأثير هذه الملفات على الملفات اللوجستية الأخرى من نقل وتأمين وكلف تشغيلية وأسعار مواد وارتفاع مستوى المعيشة في الكثير من البلدان. نعم.